ذعر في تعز مع انتشار خلايا تجنيد الفتيات، وهذا ما حدث اليوم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. خيمت حالة من الذعر على أجواء مدينة تعز المعقل الأبرز للإصلاح اليوم مع تفشي عصابات تجنيد الفتيات، وأشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على قادة الفصائل المسلحة والتحالف متهمين إياهم بالوقوف وراء تلك العصابات، وعبر الناشطون عن مخاوفهم من تداعيات انتشار الظاهرة الجديدة. وكان الناشطون يعلقون على إعلان شرطة تعز ضبط 5 مسلحين تورطوا بعمليات استهداف الفتيات، وبحسب بيان رسمي فإن 4 من هؤلاء كانوا يهاجمون الفتيات ويسرقون هواتفهن ومن ثم ابتزازهن بصور، في حين تورط 4 بعملية استدراج الفتيات وابتزازهن. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تعز قضايا من هذا النوع، إذ سبق تسجيل انتحار ومحاولات انتحار في صفوف فتيات بسبب عمليات ابتزاز، وتتهم قيادات عسكرية وأمنية بالوقوف وراء جرائم الابتزاز وتجنيد الفتيات للدعارة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.